بص عشتي معاها شعور الأمومة اللي اتحرمتي منه؟ بجد يعني كنت ممسكه ما بعرفش امسكها وهي ليه صغننه كده الأمر إيه؟ عشان ده في البيت عندي. بس بابا كان بيحبها قوي قوي يعني، وهو كان حاسس ان هو هيموت، فكان يا حرام. الله يرحمه. هنا كان تعبان بقى العيا، كان على طول. اوحش حاجه في الدنيا دي العيا والله يا عمرو، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل فيش اي أي حاجة حاجه في بتظبط الدنيا صحيح. والله، ولا حاجه في ما الدنيا. الواحد دايما يقول يا رب اللهم العافية ودوام العافية. يا خرابي، بص، يعني العافية صحه ودوام العافية. صحه وستر والله. من عند ربنا، والله دولت الصحة والستر. الاثنين، لان ربنا دايما بقول لك يعني ربنا فعلا كان معايا بجد يعني، بجد انا مش بقول كلام يعني، انا بشكر ربنا دايما على كل شيء. على فكره مفيش اي انت حاجه جابه لي يعني، عايده والله، يا والله تصدقي العظيم والله يعني ثلاثه انا اقول لك حاجه. شوفي انا اعرفك من كام سنه، كتير، من مش كتير عايزين قوي، نعد بقى، لا مش هقول. بس انت اصغر. يعني لكن الحقيقه، الحقيقه انا اول مره اعرف كم الحاجات اللي جواكي دي. لكن يعني كتير. صبوره وحموله وربنا لا، وعندي يجازيكي، اخويا سمير كمان يعني كبير، ده جزاء الصابرين ان شاء الله. انا عيطت كتير النهارده، ما تزعليش لا مني، والله ما حقك عيطتش عليا. ولا حاجه، هي الحياه كده. بس المهم ان الواحد يتعلم منها، انا اتعلمت منها كتير وفادني في حياتي. وانت بتقولي ساعه انت عملتي الافلام اللي هي يعني اللي فيها يعني فيها اغراء وفيها يعني ما كانش حد بيتضايق، ما كانش حد مش عارفه ايه. انا كان فيا بقى الظروف اللي كانت في حياتي، فلما رجعت اذا كان قالوا عليا كذا كذا وعملوا لي قضيه وعملوا كذا، هزعل بقى من بوسه؟ لا، كان عندي يعني كان عندي ما كنتش حاسه باي، كنت حاسه بظلم بس مش حاسه باي يعني بقى. هم قالوا مش هيقولوا ايه بقى، طب ده شغل بقى، انا عايز اشتغل بقى، ها ده الشغل اللي موجود اللي انا اشتغلته، اشتغلته من قلبي واشتغلته بصدق في اي حاجه، يصلح حتى قبله اي شغل كنت بجتهد فوق ما تتخيلي. الى الان بنزل مذاكره اي شغل لاني اتعلمت من الحياه جامد انت فنانه كبيره النهارده، جامد. لا، يعني اتعلمت احنا جامد جامد. الفقره بقى دي لطيفه، واحد عجيبه اسمها صح وغلط. هقول لك مجموعه عبارات تقولي لي من وجهه نظرك صح ولا غلط، وليك الحق انك تعلقي وتقولي صح ليه او غلط ليه. اوكي. انا ما كملتش الجامعه وسبتها من اول سنه. ايوه صح. ليه؟ لا، كنت بقى بقيت في الفرقه بقى وسوليست، وبسافر على طول تركيا وبلغاريا ورومانيا وبلف العالم بقى، وطبعا يعني بس كل زمايلي على فكره كملوا يعني، مش كله يعني، الفرقه بصراحه كلهم ليش دكاتره ومهندسين، وبصراحه يعني انا اللي كنت يعني بحب شغلي جدا وابتدى ياخدني ممكن بصراحه. نمسح الكحل عشان الدموع غرق بوظت الكحل. والله مني انا ماسكه نفسي مش عايزه اعيط ابدا، راح كده خلاص. راح. ندمانة على أفلام المقاولات اللي شاركت فيها وعملتها عشان الفلوس؟ هي كان فيها فلوس؟ والله ما كان فيها فلوس، مين اللي قال كان فيها فلوس؟ بس انا مش ندمانه ابدا،